تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتحدث عن هدم الجيش المصري أكثر من 12300 مبنى سكني وتجاري و6000 هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة. المنظمة أشارت إلى أن عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة. في المقابل تؤكد القاهرة أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء. فهل فعلا هدم الجيش المصري هذا الرقم من المباني السكنية والتجارية؟ اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش المصري في سيناء، إذ أشارت المنظمة في تقرير لها إلى هدم الجيش أكثر من 12000 مبنى سكني وتجاري، وأنه أزال 6000 هكتار من المزارع خلال عملياته ضد مجموعات مسلحة منذ عام 2013 في سيناء. وأكدت هيومن رايتس ووتش حدوث عمليات الهدم بين عامي 2013 و2020 في منطقة العريش وقرب معبر رفح شمال سيناء. وتستند المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية وقارنتها بشهادات لسكان المنطقة، واعتبرت المنظمة هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب. ازدادت عمليات الهدم والإزالة منذ عام 2018 حول منطقة العريش، حين بدأ الجيش بإقامة منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة، وتزامن الإجراء مع إطلاق عمليات عسكرية واسعة ضد مجموعات مسلحة في سيناء والصحراء الغربية أيضا. في وقت تعتبر فيه المعلومات بشأن ما يجري في شمال سيناء نادرة لكونها منطقة مغلقة أمام وسائل الإعلام، وجددت الحكومة تأكيدها أهمية عمليات الهدم والطرد في إطار مكافحتها للإرهاب في شمال سيناء، رافضة اتهامات المنظمة التي دعت بدورها الحكومة إلى إيقاف الطرد التعسفي والهدم وصرف تعويضات عادلة وضمان عودة السكان المطرودين إلى مناطقهم. انضم إلينا من القاهرة العميد المتقاعد سمير راغب، الخبير في الأمن القومي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ومن برلين عبر سكايب عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد سمير، هل يمكن أن يكون هذا كله في إطار تدابير ضمن عمليات مكافحة إرهاب؟ فعلا ثلاث يعني أكثر من 12000 مبنى سكني و 12300، هذا ليس رقما سهلا. تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم وجمهورك وفريق العمل. أولا الرقم ده معمول امبيريكال، مش دقيق. موضوع تحليل صور، وانا يعني مهندس اتصالات يعني، ف يعني الموضوع ما هوش صادر من مصادر موثقه، يعني مش صادر. وانا قرات التقرير وحللته، يعني تم يعني مناظره مع اربع اسر واسرتين هنا، يعني اللي انا اقصده في علم الاحصاء عشان يكون هناك ثقه للعمل الاحصائي لابد ان يكون خد سامبل او عينه كبيره من ينطبق عليهم الحاله. المساحه اللي هو بيتكلم فيها ده اولا ليس مجرد موضوع مكافحه الارهاب، ولكن هو تنفيذ لقرار رئيس الجمهوريه بشان تنظيم المناطق المتاخمه للحدود المصريه، وهو برقم 444 صادر لعام 2014. وهذا القرار هو تقريبا نفس قرار رئيس الجمهوريه اللي صدر في عصر مبارك برقم 204 لسنه 2010، واللي كان في قرار قبله كان في العام 82 بنظم الحدود. الخمسة كيلو دي أساسا من المفترض أن تكون عازلة من نقطة حدود مع قطاع غزة، النقطة رقم واحد وحتى النقطة رقم ستة. طيب. في طابة في جزء في حدود إسرائيل وغزة خمسة كيلو، وطابة تحت في كيلو، دي ما يكونش فيها لا مباني ولا ناس. يطلع بقى اللي فيها ألف بيت ألفين بيت، التقرير اتكلم في حدود 7000 بيت، والباقي حوالين المطار العريش. برضو التقرير ال 12000 في المنطقتين دول على ادعاء التقرير، عرفتنا التقرير سليم، لم يكن هناك حالات مثلا في بئر. طيب. العبد او في مناطق غرب الشيخ. طيب. دعنا ننتقل الى ضيفنا من برلين. دعنا ننتقل الى ضيفنا من برلين سيد عمرو مجدي.
هذه أرقام مبالغ فيها يقول ضيفي من القاهرة. فوقا يعني عدا عن ذلك، هنالك الكثير من التقارير المتضادة أحيانا، غير المبنية على معلومات ميدانية أو على عينات واسعة، والتي تتهم جزافا السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة أو في سيناء عموما، وخاصة في المناطق التي كانت تجري فيها عمليات الجيش لمكافحة التنظيمات الإرهابية. أهلا فندم وأهلا بسيادة العميد والسادة المشاهدين. يعني أنا بختلف معاه في مسألة أنه التقرير لم يستند إلى معلومات دقيقة. تحليل صور التسلسل الزمني لصور عالية الدقة يعني أقمار اصطناعية متاحة تجاريا يمكن شرائها من أي شخص، بالإضافة إلى مقابلتنا مع العائلات منذ بدأت هذه الحملة لتهجير الأهالي في 2014، تحدثنا إلى ما يزيد عن 20 من المرحلين وأيضا العديد من النشطاء من هاري سيناء والصحفيين، بالإضافة طبعا لفحص البيانات الرسمية اللي هي نادرة جدا للأسف وتصدر في الغالب في صورة تصريحات شفهية لوسائل الإعلام، ولا توجد معلومات كاملة تقدمها الحكومة. يعني سيادة العميد يلومنا على عدم الاستناد لبيانات رسمية، طيب يعني شوير لي على بيان واحد من الحكومة المصرية يقول نحن هدمنا هذه المنازل أو اضطرينا لهدم هذا العدد في هذه القرية، أو كل البيانات غامضة شديدة العمومية. في بداية حملة التهجير في 2014-15 و16 يمكن كان بيصدر بعض الأرقام، ثم توقفت الحكومة عن إصدار الأرقام. بالإضافة إلى القرار الذي يتحدث عنه سيادة العميد، هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء وليس فقط القرار 444 بتحديد الحدود المتاخمة للحدود المصرية، وإنما هناك قرار بتهجير مدينة رفح بالكامل دية عدد سكانها وفقا لموقع محافظة سيناء الرسمي 70,000. فإحنا لا نتجنى ولا نختلق أرقام من عندنا. أيضا للأسف محيط مطار العريش لم يصدر بأي قرار، كان مجرد قرار شفهي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم لم يصدر بعد ذلك قرار مرسوم يوضح لنا ما هي المنطقة التي يمكن إخلاءها وما هي التعويضات، وهذا استهانة شديدة بالقانون سأعود لك سيد عمرو. سيد سمير، ضيفي يتحدث عن أرقام وصور أقمار صناعية ويستدل بالبيانات حتى الرسمية التي تفضلتم بها قبل قليل. حتى بالمنطق حسابيا يبدو الرقم وإن كان كبيرا لكن يبدو معقولا مقارنة بالوجود السكاني بالديموغرافيا في هذه المنطقة. طبعا أستاذ عمرو، يعني أقرب بأن هم المناظرات كانت مع 20 أسرة من 12,300 لحد ما وصف في التقرير. ما يتعلق بقرار رئيس الوزراء هو القرار التنفيذي، إن اللي بقوله 444 لسنة 2014 ده قانون وليس قرار. أي قانون بيتنفذ بصفة تنفيذية بتطلع من رئيس الوزراء، يعني هما الاثنين مستندين على هذا القانون. وأنا قلت المنطقة دي فيها هدم كامل بصرف النظر للعدد اللي فيها. ما يتعلق بمطار العريش، قانون السلطة الطيران المدني بيحدد حرم المطارات. سمير، ما الأساس؟ ما الداعي الضروري لترحيل أناس من بيوتهم؟ أحييك على السؤال. والتقرير حوى ضمنيا مر عليها بسرعة. كانت تعرضت طائرة هليكوبتر بتحمل، كانت هتحمل وزير الدفاع وزير الداخلية فريد صدري الصبحي لصاروخ كورنت من المزارع بالمتاخمة للمطار. مفيش مطار في الدنيا وده مطار مدني بيكون حواليه مزارع زيتون ب 20 فدان تقريبا، يعني مساحة ضخمة. فبالتالي ده تنفيذ لسلطة الطيران المدني واللائحة التنفيذية وقوانين بتنظم كل المطارات من مطار القاهرة الدولي لأي مطار. ده مطار مدني بيستغل استغلال عسكري نظرا للظروف. فهل يعني منطق ان يكون في طائره تحمل معتمرين او حجاج يتم الدواعش يستهدفوها؟ بالمناسبه استاذ عمرو يا ريت يقول لنا ليه التقرير بالكامل لم يحوي وصف لولايه سيناء المزعومه بالارهاب ولا حتى داعش، يعني قال لك اللي هي تتبع داعش ولم يصف داعش بالارهاب. انت بالتاكيد لا تريد ان تتهم مثلا هيومن رايتس واتش بانها متمالئه مع هذه التنظيمات الارهابيه، صحيح؟ هي عايزه توصل، لا هي عايزه توصل حاجه، عايزه توصل ان ما يحدث في سيناء هو احتراب اهلي يسري طيب عليه قانون الحرب، قانون طيب عشان نبقى زي رغم ذلك من زارع الزيتون لا يمكن ان يكون 12,300 مسكن
لعشرات الالاف من المصريين في سيناء من سكان سيناء الاصليين لا يمكن ان تكون كلها في يعني في مزرعه زيتون واحده او غابه زيتون واحده. ساعود اليك سيد عمرو. لا التقرير قايل كده، التقرير قايل كده. طيب قال لي 4000 بيت في حرم المطار، 14 و7000 بيت، وليست الرقم الكلي. ساعود اليك سيد سمير. ال 7000 في رفح، هم دول 12000، يعني ما هدمناش ليه في حته ثانيه. ساعود اليك، دعني فقط اسال هنا سيد عمرو، كان جانب محاربه هذه التنظيمات الارهابيه اغفل. هذه منطقه توطنت فيها بعض التنظيمات الارهابيه، استهدفت عدا عن النقاط الامنيه والعسكريه المصريه، استهدفت المصريين انفسهم، استهدفت صحيح. الابرياء، نفذت عمليات ارهابيه، تفجيرات في القاهره، في مناطق اخرى من مصر. فلماذا لم ياخذ تقرير بعين الاعتبار هذا البعد الامني وهذا الجانب الامني وصعوبه السيطره الا باتخاذ قرارات صعبه، ربما كنقل تجمعات سكنيه من مكان الى اخر؟ صحيح، ده كلام يعني الى حد كبير صحيح. عايز بس اجاوب بسرعه على نقطه سياده العميد، ان احنا تحدثنا مع ما يقرب من 20 اسره. التحدي الاساسي لسياده العميد انه السلطات المصريه لا تسمح بالتحقيق والتقصي والعمل الاخباري والصحفي المستقل في سيناء، وحضرتك اعلم مني انه شمال سيناء هو منطقه شبه عسكريه مغلقه، حتى اهالي سيناء نفسهم محتاجين تنسيق امني مع المحافظه للخروج او السفر منها الى البر المصري. ف يعني يا ريت الحكومه تقدم لنا البيانات وتتيح للصحفيين والباحثين المستقلين المقابلات مع اهالي سيناء. نقطه التحدي الامني هذا لا يشكك فيه اي شخص، وهناك فعلا جماعات متطرفه مسلحه ارهابيه كما يرغب سياده العميد في تسميتها. نحن فقط في هيومن رايتس ووتش. الا ترغب انت في تسميتها بالارهابيه؟ شخصيا اراها منظمات ارهابيه، لكن المساله في التسميات كما مع ايضا الوكالات الاخباريه العالميه هناك يعني استخدام سياسي دائما لمساله الارهاب، ولذلك نفضل تسميتها بالجماعات المتطرفه او المسلحه. لكن الارهاب للاسف هناك اختلاف كبير على تعريفه حتى دوليا حتى الان، ولذلك يعني نتجنب هذا الخوض في هذا الجدل كل مره باللجوء لتسميات اخرى متطرفه او مسلحه. الحكومه المصريه هي عليها حمايه ارواح جميع من يعيش على ارضها، هذه مسؤوليه الحكومات، وهي ايضا تجابه بالتاكيد اخطار ارهابيه وتحديات امنيه حقيقيه. لكن وفقا للقانون، هل اتصلتم على يعني بما انكم اتيتم على ذكر ذلك، هل اتصلتم بالجهات الرسميه لمحاوله استجلاء او الحصول على ارقام او بيانات قبل اصدار التقرير؟ صحيح، أرسلنا خطابات لوزارة الدفاع والمجلس الوزراء ولهيئة العامة للاستعلامات مرتين، أعتقد كان في ديسمبر ويناير، وللأسف لم نتلقى أي رد. وهذه عادة الحكومة المصرية، هي لا تريد أن تخوض أي نقاش حقيقي صادق لمعالجة المشكلات. ما هو الهدف في النهاية؟ إذا كان الهدف مصلحة المواطنين في مصر والمواطن السيناوي بشكل أخص وحماية أرواحهم ومستقبلهم، فلماذا لا تنخرط الحكومة المصرية في نقاش حقيقي وجاد؟ هي فقط تخوض معارك صفرية للأسف، اتهام المنظمات دائما بالعمالة، وكأنه كل الناس في العالم يتآمرون على مصر ويريدون إسقاط مصر وإلى ذلك. القانون الدولي واضح، يعني سيادة العميد يرفض توصيف حالة حرب في سيناء. حتى لو رفضنا أنه في سيناء حالة حرب وقلنا أنها فقط يعني عملية إنفاذ قانون بعيدة عن حالة الحرب، فينطبق هنا القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ينطبق في حالة السلم والحرب، وهو أيضا يحدد ضمانات قوية واضحة ضد الإخلاء القسري وضد هدم الممتلكات، ويوجب على الحكومة ألا تلجأ إلى ذلك إلا كملاذ أخير وبعد تشاورات حقيقية مع الأهالي وعمليات تعويضات. وصلت الفكرة. دعني أنتقل إلى سيد سمير. الحكومة المصرية فتحت على نفسها هذا الباب بأنها لم تتح البيانات، لم تجب على مراسلات، ليس هيومن رايتس ووتش فقط، يعني هيومن رايتس ووتش منظمة من بين منظمات كثيرة، من بينها منظمات مصرية حتى، تحاول أن تطرق الباب لتحصل على البيانات ولا تلقى ردا. إضافة إلى ذلك، ما الذي وفرته الحكومة للمهجرين من أرضهم؟ أنا بس عايز أرد سريع يا أستاذ عمرو، في التقرير اتكلم على النزوح ما بين قصري وطوعي ل 100,000 من أبناء سيناء، سواء داخل سيناء أو مناطق
خارج سيناء منهم في الإسماعيلية، فالمئة ألف دول ما قدرتش توصل مثلا لعدد منهم، دول خارج سيناء بعيد خالص ومش محبوسين، مش تحت يعني الحبس التحفظي يعني. يا سيدي حضرتك قلتها هيومن ووتش دوج، دي عبارة عن منظمة حقوقية يعني زي المؤسسة العربية اللي أنا برأسها، ملهاش اكسسبيليتي على الحكومة، مع الفرق بقى هي منظمة لكن كبيرة، الحكومة مطالبة بجزء من الشفافية عندما لكن هي في الأخير عندما أسأل عن معلومة ليه ما سألتش المجلس القومي قبل أن أضطر إلى ممكن تسأل منظمة مجتمع مدني غير يعني بريئة في نيتها؟ هي غير بريئة، ده طبيعي يعني، غير يعني بريئة ده طبيعي، أنا يعني مش أول مرة أرد عليهم، ومسيسة ده طبيعي، لكن هي الفكرة إن بيقول لك وراحت مقررة الأمم المتحدة تقابل الوزير وما قابلهاش، يقابل مين وزير دفاع مصر القائد العام؟ هو فاضل الراجل يقابل الناس دي؟ يروح لمنظمة مجتمع مدني، تقريبا بالمناسبة استشهد بمنظمة مجتمع مدني واحدة من 58 ألف منظمات مجتمع مدني، بالمناسبة المؤسسة العربية أنا برأسها من نشاط حقوق الإنسان، عندنا منظمات وأعضاء في الأمم المتحدة. الأستاذ عمرو بيقول أصل أنا مش عايز أصنفها، لما العالم كله مصنف داعش بما فيها الأمم المتحدة، بما فيها البنتاجون، سي أي إيه، تريجري، كل ده مصنفها العالم كله، أمريكا عملت تحالف من كل العالم عشان تحارب هذا التنظيم الإرهابي، وفي كل وسائل الإعلام بينطب آيسيس تيرورست جروب، يعني هو مصنف كده. يعني ايه فكره ان انا لا اصل انا مش عايز اقول عليه ارهابي، بالاضافه لان لم تجبني عن نقطه ما الذي قدم للمهاجرين، لان الوقت يضايقني، اريد ان اختم مع الاستاذ عمرو. اتعمل لهم رفح الجديده، اتعمل لهم بئر العبد الجديده، ومكتوب في التقرير، ومكتوب في التقرير ان الارهابيين بيقتلوا العمال اللي بتبني، ده معطل الجهود. الميزانيه اللي اتحطت لسينا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقه، طيب. مليارات محطوطه لسينا، ارقام على الأقل ضخمه. وافقتكم نقطه من هذا التقرير، لو اتكلمنا على مشاريع وافقتكم نقطه من التعويض موجود، والتقرير قال ان هو طيب. تعويض ساعود التعويض موجود في الواقع ساعود الى وقال تعويض بس يقول لك اصل هو اتاخر، اصل ما كانش في شفافيه. الوقت يضايقني يعني استاذ سمير، الوقت يضايقني، دعني اعود للاستاذ عمرو. هذه التقارير الان التي تصدر يفهم في مرحله من المراحل ان هنالك تركيزا شديدا على مصر، وان هذا التركيز ايضا له خلفيات سياسيه. المنظمات الدوليه ايضا يعني تسيس بشكل من الاشكال. تمام، يعني انا بس عايز يعني من غير ما اخوض في جدال لا طائل منه انه اشير للتقارير الصادره عن هيومن رايتس ووتش، وتغطي وتوثق الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان وجرائم الاباده وجرائم ترقى الى جرائم ضد الانسانيه بواسطه داعش والجماعات المسلحه والمتطرفه في سوريا والعراق وغيرها من الدول. التوصيف القانوني لهذه الجماعات هو مش توصيف أخلاقي، يعني عندما تقول أنها جماعة مسلحة أو متطرفة نحن نصف وضعية هذه الجماعة في نظر القانون، لكن في النهاية التوصيف الأخلاقي معروف والأفعال تدل على كون هذه الجماعات ويعني الشر الذي يسيطر على أفعالها. المسألة فيما يتعلق بتسييس يعني باختصار التسييس. نحن أصدرنا يعني الكثير من التقارير عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، في إسبانيا، في فرنسا وغيرها من الدول الذي يعني يتهمنا الإعلام المصري دائما بمحاباتها. هم فقط لا يبذلون المجهود أنه يدخل فقط على جوجل ويعمل بحث ويشوف التقارير التي نرصدها في هذه الدول، ويعني في النهاية نحن نعمل بشكل مستقل تام عن الحكومات ولا نحصل على أي تمويل حكومي من أي جهة كانت. أشكرك عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومن القاهرة العميد المتقاعد سمير راغب الخبير في الأمن القومي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكم.